2021. نبدأ بقى، هناخد النهاردة ال VCB مقارنة ما بينه وما بين ال UDB. طبعا احنا ايام ال NA اخدنا overview الى حد ما محترم عن الفرق ما بينهم، بس هنتكلم شوية بقى النهاردة in depth اكتر. قبل ما نتكلم عن الفرق ما بين ال TCB وال UDB والفيتشرز بتاعت كل واحد، هنت بس كده الاول تاريخيا ال TCB ده كان عبارة عن ايه. بروتوكول ال TCB ده اللي كان عمله جامعة ستانفورد، وجت بعد كده هيئة الضربة. احنا كنا قلنا ان هيئة الضربة دي تبع وزارة الدفاع الامريكي، اللي هي Department of Defense. Advanced Research Project Agency. جت هيئة وزارة الدفاع الأمريكي قررت إن هي تاخد بروتوكول التي سي بي تحطه جوه السويت بتاع التي سي بي أوفر أي بي بتاعها. يعني إيه؟ قبل ما يظهر التي سي بي أوفر أي بي اللي كنا اتكلمنا عنه قبل كده، كان هيئة الضربة دي أو وزارة الدفاع الأمريكي كانت عملت واحد تاني اسمه إن سي بي، Network Control Protocol. بس الإن سي بي كان فيه شوية مشاكل، عشان كده لما جت جامعة ستانفورد عملت التي سي بي، قررت وزارة الدفاع الأمريكي إن هي تشتغل بالتي سي بي أو تاخد التي سي بي تدمجه في السويت بتاعها، فعملت تي سي بي أي بي مش أوفر أي بي، تي سي بي أي بي لازقة بعضيها كده. مشكلة التي سي بي أي بي إن لو حد تاني دلوقتي قرر إنه يشتغل ببروتوكول الأي بي، غصب عنه لازم يشتغل بالتي سي بي. ما كانش الموديل ده متقسم للايرز زي اللي موجود دلوقتي، لا الاثنين كانوا مدمجين في حاجة واحدة، فاي حد هيشتغل ببروتوكول الاي بي غصب عنه هيشتغل تي سي بي. طب سيب دلوقتي ان انا عندي ديفلوبر على سبيل المثال عايز يعمل ابلكيشن ان ريلايبل، لا ما فيهوش الامكانيه دي، التي سي بي اي بي مش هيساعده. فقرروا بعد كده ان هم يفصلوا التي سي بي عن الاي بي، يحطوا كل واحد منهم اساسا في اللاير مستقله، وعملوا التي سي بي اوفر اي بي. ونظرا لان هم قدروا ان هم يعني يعزلوا التي سي بي في لاير والاي بي في لاير تانية، ده سمح لهم ان هم يعملوا بروتوكول بعديه اسمه يو دي بي. يعني التي سي بي ظهر الاول وبعديه اليو دي بي. طبعا الفرق الرئيسي ما بين التي سي بي واليو دي بي ان التي سي بي ريلايبل، بضمن ان كل اجزاء الداتا وصلت للديستنيشن، لكن اليو دي بي ان ريلايبل. وبالتالي انا سهلت كده على اي ديفلوبر لو حب ان يشتغل باي ابلكيشن يو دي بي، بلس ان اي ديفلوبر قرر انه يعمل ابلكيشن ريلايبل بس حابب انه يعمل ميكانيكيه الريلابيليتي جوه الابلكيشن بتاعه، مش عايز يشتغل بالتي سي بي، هو عايز يحط حته الريلابيليتي جوه الابلكيشن ذات نفسه، دلوقتي الموديل ده يساعده على كده. تمام، ده اوفر فيو كده سريع عن الهيستوري بتاع التي سي بي. نفتكر بقى الفرق ما بينهم. التي سي بي ترانسميشن كنترول بروتوكول او ترانسبورت كنترول بروتوكول. وبالمناسبه لما كان اساسا تبع، لما كانوا الاثنين التي سي بي اي بي لما كانوا في سويت واحده، كان اسمه ترانسميشن كنترول بروجرام، ما كانش اسمه ترانسميشن كنترول بروتوكول، اختلاف مسميات بس مش اكتر. تمام، وفي عندي اليو دي بي اللي هو اليوزر داتاجرام بروتوكول، اليوزر داتاجرام بروتوكول. ايه الفروق الرئيسيه ما بينهم؟ التي سي بي بنقول عليه بروتوكول ريلايبل وكونكشن اورينتد، اليو دي بي بقول عليه ان هو ان ريلايبل وكونكشن ليس. نمسك بقى فرق كده. حسيت دلوقتي ان احنا شغالين ببروتوكول التي سي بي، احنا كنا عارفين ان الداتا لما بتطلع من السورس A راح على الديستنيشن C مثلا B، الداتا عمرها ما بتطلع لوكشة واحدة كده، باكج واحدة، بتتقطع لأجزاء كتير. فانا افترض دلوقتي ان الأجزاء بتاعتي التانية التالتة الرابعة، وطبعا نظرا لان التي سي بي واليو دي بي الاتنين في لاير اربعة، عشان كده كل جزء من الأجزاء دي بنسميه سيجمنت، واحد سيجمنت التانية التالتة اربعة خمسة ستة and so on. تمام، هفترض دلوقتي ان انا كنت شغالة هنا T
تي سي بي. في بروتوكول التي سي بي السورس بيبعت اول بايت عنده، اول ايه بايت وصلت للديستنيشن، يقوم الديستنيشن رادد عليه بسيجمنت كده اسمها اكنولوجي، يقوم الطرف التاني رادد بالبايت اللي بعديها، وصلت يرد باكنولوجي، يبعت البايت اللي بعديها وصلت يرد باكنولوجي. طب جه بعت رقم 4 حصل لها دروب، نظرا بقى اللي حصل كونجيشن وات ايفر السبب، المهم ان حصل دروب. الديستنيشن مستنيه البايت دي والسورس مستنيه الاكنولوجي، عمره ما هيبعت رقم 5. تمام، بفرض ان انا هفترض ان هو هيستنى شويه، لقى ساعتها ان 4 او لقى ساعتها سوري ان مفيش اكنولوجي وصلت له، هيعرف ساعتها ان السيجمنت رقم 4 ما وصلتش للديستنيشن، يبدا يبعتها تاني من اول وجديد. عشان كده بنقول عليه بروتوكول ريلايبل، يعتمد عليه لان ضمن ان كل اجزاء الداتا انا فعلا وصلتها من السورس للديستنيشن، على عكس بروتوكول اليو دي بي. اليو دي بي بقول عليه ان ريلايبل، ليه؟ السورس عمال يعمل بوش للداتا بوش للداتا، اللي يوصل يوصل، اللي يحصل له دروب في النص يحصل له، مفيش عندي اي ميكانيكيه اساسا بتعرف الديستنيشن ان كانت السيجمنت بتاعتي وصلت ولا لا. ده اول فرق ما بينهم. تمام، تاني فرق ما بينهم ان بنقول دلوقتي على التي سي بي ان هو كونكشن اورينتد. يعني ايه كونكشن اورينتد؟ طبعا اللي فاتت دي كنت بشرح سوري اليو دي بي. تمام، يعني ايه كونكشن اورينتد؟ معناها ان التو ديفايسز السورس والديستنيشن بيمروا الاول بمرحله اسمها 3 واي هاند شيك، بيمروا مرحله اللي هي ايه 3 واي هاند شيك. تمام، ايه 3 واي هاند شيك؟ بيحصل ما بين السورس والديستنيشن نيجوشيشن على مجموعه من البارامترز. يعني على سبيل المثال اول سيجمنت عندي السيكونس نمبر بتاعها هنبدا من رقم كام. تمام، ده على سبيل المثال. طبعا بيحصل نيجوشيشن على اكتر من حاجه، على سبيل المثال برضو بيحصل نيجوشيشن على حجم البفر. يعني ايه حجم البفر بقى؟ طبعا التي سي بي كونكشن اورينتد لانه بيمر بالثري واي هاند تشيك، لكن اليو دي بي كونكشن ليس لان ما عندهوش اي ميكانيكيه للثري واي هاند تشيك. تمام، ايه بقى حوار البفر؟ مش منطقي ان انا ابعت سيجمنت واستنى اكنولوج سيجمنت، او سوري بايت واستنى اكنولوج بايت واستنى اكنولوج، ده مش منطقي. الديستنيشن بيقطع جزء من الميموري بتاعته، بنقول عليه بفر او برضو بسميه ويندو. ايه البفر او الويندو؟ مخزن بخزن فيه الداتا، وبيتفق في مرحله 3 واي هاند تشيك مع السورس على حجم البفر ده. يعني هيقول له ابعت لي مثلا 4 في المره 8 في المره. تمام، يقوم السورس يبعت الاولانيه وصلت تمام، الثانيه وصلت تمام، الثالثه الرابعه. بعد كده الديستنيشن يبدا يعمل بروسيسنج للداتا ويفضي البفر. اول ما يفضي البفر يبعت اكنولوج. الاكنولوج دي معناها ابعت لي الاربع بايت اللي بعديهم. طبعا ما بيبقاش اربعه، احنا بنتكلم مثلا ممكن سي في 12000 بايت 8000 بايت. تمام، ده معناه ايه؟ كم سيجمنت بالظبط؟ نفتكر كده المسميات بتاعتي. الداتا اول ما بتطلع من جهاز الكمبيوتر بيبقى اسمها ماكسيمم سيجمنت سايز، ماكسيمم سيجمنت سايز. عايز اخد كده اس اس ماكسيمم سيجمنت سايز. حجم الماكسيمم سيجمنت سايز قد ايه؟ 1460 بايت. دي الداتا وهي طالعه من جهاز الكمبيوتر من الابلكيشن لاير. تنزل بعد كده على ترانسبورت لاير. ترانسبورت لاير يعني هتتغلب جوه حاجه من اتنين، يا تي سي بي يا يو دي بي. التي سي بي بيحط 20 بايت للهيدر، اليو دي بي بيحط 8 بايت للهيدر. سي ان احنا شغالين تي سي بي، يبقى وصلنا دلوقتي لكام؟ 1480. نزل بعد كده على النتورك لاير. النتورك لاير هتحط بروتوكول الاي بي اللي هو 20 بايت. يعني الداتا بتاعتي وصلت ال 1500 اللي احنا بنسميها ماكسيمم ترانسفير يونت، ودي حجمها 1500 بايت. طبعا بعد كده بتنزل على الايثرنت لاير. تمام، الداتا لينك لاير، بروتوكول الايثرنت يغلفها في 1518 بايت. يعني الداتا بتطلع من جهاز الكمبيوتر اساسا حجمها 1518. تمام، السورس بقى عمال يبعت
بايتس، عمال يبعت بايتس. فسيب دلوقتي ان الديفينيشن عرفه قال له ابعت لي في المره الواحده 12000 بايت. 12000 بايت لو جينا نشوف دلوقتي معنى كده ان هو بيستقبل 12000 بايت على حجم السيجمنت الواحده 1460، يبقى معنى كده ان هو بيقول لي ابعت لي 8 سيجمنت في المره الواحده. ابعت لي قد ايه؟ 8 سيجمنت في المره الواحده. تمام. عايزين نشوف بقى دلوقتي عمليه النيجوشيشن عشان يوصلوا اصلا لحجم الويندو دي بتتم ازاي، وده الموضوع بتاعنا دلوقتي. ده جهاز ايه؟ بي. والداتا عندي قلنا ان هي متقطعه لاجزاء كتير، ادي بايت، الثانيه، الثالثه، الرابعه، خمسه، سته، and so on. تمام. السورس دلوقتي هيبعت للديستنيشن بايت واحده بس، يقوم الديستنيشن يرد عليه باكنولج، بعت له اثنين رد عليه باكنولج، اربعه اكنولج، ثمانيه اكنولج، لغايه سي مثلا 64 اكنولج. عارف ساعتها او سوري 64 ما ردش عليه باكنولج، الديستنيشن ما ردش عليه باكنولج، فساعتها السورس هيعرف ان الطاقه الاستيعابيه اصلا بتاعه الديستنيشن الميموري بتاعته، ما كل ده بيتخزن عندي في الميموري، وكل ما الميموري زادت كل ما اقدر ان انا ابعت له بايتس اكتر. تمام. فانا وصلت سي مثلا، طبعا ارقام افتراضيه، ارقام بتبقى اكبر من كده بكتير، سي ان انا وصلت ل 64 بايت، ام الديستنيشن ما ردش عليا باكنولج، يبقى ده معناه ان السورس عارف ساعتها ان الديستنيشن الطاقه الاستيعابيه بتاعته كذا، فياخد ستيب باك ويبدا يبعت له في المره الواحده 32، ما هو 64 ما ردش عليه باكنولج، يرجع ستيب باك ويبعت له في المره الواحده 32 بايت. والعمليه دي كده بنسميها سلايدنج ويندو. سلايدنج ايه؟ ويندو. يعني ايه سلايدنج ويندو؟ يعني احنا دلوقتي وصلنا، طبعا سلايدنج ويندو ده في حاله تي سي بي. تمام. سلايدنج ويندو معناها ايه؟ ان احنا وصلنا لحجم الويندو بطريقه سلايدنج، بطريقه متدرجه. وعشان كده فعلا لما بكون باخد داتا من على كاس يظهر قدامي برومبت كده ولا حاجه بيقول لي ايه؟ قدامي 48 اورز عشان الداتا دي تتاخد كوبي من الديستنيشن تتحط عندك. تمام؟ كمان 24 ثانيه كده يقول لي قدامك 24 اورز، ثانيه كمان قدامك 12 مينت، ثانيه كمان يقول لي مثلا قدامك 15 مينت. اه ماشي اوكي 15 مينت ده منطقي. تمام؟ فالعمليه دي اسمها ايه؟ سلايدنج ويندو. بنوصل لحجم الويندو بطريقه متدرجه. مشكلتي ايه بقى في السلايدنج ويندو؟ هفترض دلوقتي ان ده عمال يبعت السيجمنت الثانيه، الثالثه، الرابعه، جيت عند السيجمنت رقم 5 وحصل لها دروب. اول ما يحصل دروب الديستنيشن هيبدا ياخد خطوات عشان يجيب السيجمنت رقم 5 تاني، ويبدا عمليه السلايدنج ويندو دي تاني من اول وجديد، يعني يبدا عمليه النيجوشيشن تاني من اول وجديد. المشكله دي بنسميها سلو ستارت. اسمها ايه؟ سلو ستارت. يبقى سلو ستارت معناها ان في حاله التي سي بي، في حاله السلايدنج ويندو، لو السورس عمال يبعت للديستنيشن مجموعه كبيره من البايتس، حصل دروب لاي واحده فيهم، بيبدا عمليه النيجوشيشن على حجم البفر تاني من اول وجديد، وده طبعا بيبطئ الترافيك. تمام. يعني بيتسبب لي في حاجه بنسميها تي سي بي ليتنسي، ان التي سي بي كده بيتاخر. تمام. دي مشكله ايه؟ السلايدنج ويندو. المشكله مش واقفه على كده بس، ناخد بقى ديزاين اكبر من كده شويه عشان نشرح المشكله فيها بالتفصيل اكتر. انا هفترض دلوقتي ان انا عندي هنا راوتر، الناحيه الثانيه برضو راوتر كونكتد مع بعض، وان ده متوصل هنا بسويتش، والناحيه الثانيه برضو بسويتش، وكل ناحيه عليها مجموعه من الاجهزه. A B C، ده سويتش R1 R2 سويتش، عشان في النهاية اوصل هنا سي مثلا لمجموعة من السيرفرات، سيرفر 1 سيرفر 2 سيرفر 3. تمام. وكان عندي اكتر من فلو. فلو يعني ايه؟ سي مثلا جهاز ايه عايز يوصل لسيرفر 1، الفلو التاني جهاز بي
عايز يوصل لسيرفر 2، الفلو التالت جهاز سي عايز يوصل لسيرفر 1 سيرفر 3، وحصل دلوقتي كونجيشن على اي فلو منهم، اي فلو زي مثلا اللي باللون الموف ده، حصل فلو هنا، معنى كده ان عمليه اصلا السلو ستارت، سلو ستارت هتبدا ولا لا، عمليه السلامنج ويندو هتبدا تشتغل تاني من اول ولا لا. بس مشكلتي في حاجه، الراوتر بقى لو حصل عليه دلوقتي سلو ستارت على مستوى يعني عمل دروب يعني المجموعه من الباكتس على فلو واحد بس، طبعا احنا اتفقنا ان ده كذا فلو، هسمي ده مثلا فلو 1 الاحمر، اللي تحتيه فلو 2، اللي تحتيه فلو 3. لو حصل عندي كونجيشن سي على سبيل المثال على الفلو اللي هو اللي باللون الموف ده فلو 2، الراوتر هيعمل ايه؟ اول ما يحصل كونجيشن عليه هيبدا يعمل دروب عشوائي لباكتس من هنا على باكتس من هنا، حبه من الفلو الاولاني، حبه من الفلو الثاني، حبه من الفلو الثالث، يعني معنى كده انه هيعمل سلو ستارت على مستوى كل الفلوس مش على مستوى فلو واحد بس. المصيبه دي كده بنقول عليها جلوبال سينكرونايزيشن. يعني ايه جلوبال سينكرونايزيشن؟ يعني تاني ان الراوتر بتاعي هيعمل دروب لمجموعه من الباكتس راندوم بطريقه راندوم على مستوى الثلاثه فلو. تمام؟ تاثير الجلوبال سينكرونايزيشن ده ايه؟ ان منظر التشارت بتاعي لو حاولنا ان احنا نرسم كده اليوتيلايزيشن بتاع اللينك ده، السبيد ده التايم سوري، وده اللينك يوتيلايزيشن استهلاكي من اللينك. هفترض دلوقتي ان سرعه البورت بتاع الراوتر مثلا 10 ميجا، الترافيك هيبدا يزيد يزيد يزيد، اول ما يحصل كونجيشن على الراوتر دروب مره واحده يوصل مثلا كام؟ لواحد ميجا، يفضل يزيد يزيد دروب يزيد دروب. فده تاثير مين؟ الجلوبال سنكرونايزيشن. طب والحل بقى ايه؟ هو السوليوشن عشان احل مشكله زي دي، الحل ان احنا نطبق كواليتي اوف سيرفيس. نطبق ايه؟ كواليتي اوف سيرفيس، وللدقه فيتشر جوه الكواليتي اوف سيرفيس اللي هو دبليو ريد ويتد راندوم ايرلي ديتكشن، ويتد راندوم ايرلي ديتكشن. تمام؟ ايه بقى عن طريق الويتد راندوم ايرلي ديتكشن؟ ايه اللي هيحصل؟ طريقه شغل الكوانتي اوف سيرفيس اساسا كنا اخدنا عنها اوفر فيو كده ايام الان ايه، طريقه شغل الكوانتي اوف سيرفيس ان انا باجي على كل فلو من دول احطه جوه كلاس، ادي كلاس واحد، ادي كلاس تاني، ادي الكلاس التالت، وبالتالي لو حصل عندي اي مشكله فيهم انا هعمل ساعتها اقول للراوتر لو حصل كونجيشن عليك دروب من فلو 2 بس. تمام؟ بس بي فيري كيرفول. ليه؟ ما ينفعش ان انا دلوقتي احط التي سي بي بلس اليو دي بي جوه نفس الكلاس، جوه نفس ايه؟ الكلاس. قبل ما نقول ايه المشكله اللي هتحصل هنا نشوف شكل الفلو بتاعي هيبقى شكله عامل ازاي بعد ما انا اطبق الدبليو ريد. ده التايم، ده اللينك يوتيلايزيشن زي ما اتفقنا، لينك يوتيلايزيشن، الترافيك هيفضل يزيد لغايه ما يوصل 10 ميجا، حصل سلو ستارت على واحد ده بس اللي حصل له دروب يزيد، حصل سلو ستارت على تاني ده بس اللي دروب اند سو اون، يبقى البرفورمانس بتاع الشبكه بتاعتي افضل بكتير. تمام؟ بس قلنا تاني بي فيري كيرفول، ما ينفعش ان انا احط التي سي بي واليو تي بي الاثنين جوه نفس الفلو، جوه نفس سوري الكلاس. ليه بقى؟ لو انا عملت كده كاني ما عملتش اي كوانتي اوف سيرفيس، هرجع تاني للمنظر القديم، لو حصل اي مشكله هيحصل تاني دروب تاني وسنكرونايزيشن تاني على مستوى اللينكس كلها، او سلو ستارت تاني على مستوى اللينكس كلها. تمام؟ وللدقه مشكلتي دلوقتي ان انا لو حطيت التي سي بي واليو دي بي في نفس الكلاس، التي سي بي دايما بيعتمد على ميكانيكيه ان هو بيقلل الكونجيشن، يعني انا لو بعت ترافيك بسرعات عاليه قوي الطرف الثاني بيبدا يقول لي ايه؟ هدي السرعه شويه. يعني في السيناريو اللي لسه شارحينه لما قلت مثلا ان السورس بعت للديستنيشن
في المرة الواحدة مثلا 12,000 بايت، تمام؟ الديستنيشن استوعبهم لان هم اتفقوا على الحوار ده اصلا في 300 شيك. بعد كده حصل دلوقتي كونجيشن على الديستنيشن مثلا، تمام؟ هيبدا يعرف السورس يقول له لا استنى، ابعت لي بدل 12,000 ابعت لي 8,000، انا ما بقاش عندي قدره ان انا استحمل 12,000 في المره. وده اللي احنا بنسميه فلو كنترول. فلو كنترول معناه ان السورس والديستنيشن بطريقه دايناميك دايما بيتفقوا على حجم البفر اللي موجود عند الديستنيشن، تمام؟ لو انا دلوقتي بقى حصل عندي السيناريو ده، التي سي بي قلنا بيبدا ان هو يبطئ شويه لو حصل كونجيشن، اليو دي بي زي الغبي يروح مستولي على بقيه الترافيك كله. كل ما يحصل عندي ان التي سي بي وفر شويه باندويث، اليو دي بي يستولي عليه كله. وعشان كده بنسمي المشكله دي يو دي بي دوميننس. دوميننس 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 معناها هيمنه او سيطره، وبرضو بنسميها تي سي بي ستارفيجن. ستارفيجن يعني ايه؟ مجاعه. وتاثير الاثنين دول طبعا ان كده حصل عندي، رجعنا تاني ان هيحصل عندي تي سي بي ليتنسي. يحصل ايه؟ تي سي بي ليتنسي، تمام؟ عشان كده لما بنكونفيجر الكواليتي اوف سيرفيس لازم ان احنا نحط اساسا التي سي بي جوه كلاس واليو دي بي جوه كلاس تاني خالص، تمام؟ طيب دي كده مقارنه سريعه ما بين التي سي بي واليو دي بي، بس اندبس شويه عن الايام اللي احنا او عن المعلومات اللي احنا اخدناها يعني ايام الان بي الان اي. نرجع نشوف تاني كده الهيدر بتاع التي سي بي كان شكله عامل ازاي. كان في جزء ما كناش اتكلمنا عنه قبل كده اوبشنال، تمام؟ الجزء الاوبشنال ده ممكن ان انا اظبطه ممكن لا، دي حاجه اوبشنال. من 0 لغايه 40 بايت، من 0 لغايه ايه؟ 40 بايت. ايه هي المعلومات اللي تتحط عندي جوه التي سي بي اوبشن؟ اول حاجه ويندو سكيلينج. يعني ايه ويندو سكيلينج؟ كان حجم الويندو قبل كده 16 بايت، يعني ده معناه اني اقدر استوعب قد ايه؟ 2 أس 16، تمام؟ ده كان اقصى حاجه للويندو. طبعا دلوقتي امكانيات السيرفرات وامكانيات الاجهزه بقت اعلى بكتير من زمان. الرامات احجامها دلوقتي مقارنه بزمان، والهاردوير بصفه عامه يعني مقارنه بزمان بقى اقوى بكتير، فالاجهزه بقت تقدر تستحمل ترافيك اعلى بكتير من زمان. عشان كده ممكن ان انا ازود حجم الويندو، بس دي حاجه اوبشنال بيتحط هنا في الجزء ده مش الويندو سايز ده، تمام؟ كان قبل كده 2 بايت يعني كام؟ 16 بت. دلوقتي لغايه 30 بت. لغايه كام؟ 30 بت، تمام؟ بس بي فيري كيرفول ان السورس والديستنيشن لازم الاثنين يوافقوا على الكلام ده. لو انا هعمل له كونفيجريشن عند الاولاني لازم اعمل له كونفيجريشن عند الثاني. وفي دلوقتي اوبريتنج سيستمز بقت بتعمل له سبورت باي ديفولت، تمام؟ فلو جينا دلوقتي نشوف راوتر كده ونشوف ازاي نفعل الفيتشر ده. نسحب راوتر، لو قلت له هنا اي بي تي سي بي واستخدمت الهيل على سبيل المثال، عندي هنا ايه؟ ويندو سايز. اقدر ازود حجم الويندو قد ايه؟ الرقم المحترم ده اللي هو 2 أس 30. يعني لو جينا نشوف دلوقتي الكالكوليتر رامر او سوري ساينتفك، 2 أس 30 اداني فعلا الرقم ده، تمام؟ طبعا ال 24 عشان بنبدا نعد ابتداء من زيرو، تمام؟ ده بالنسبه للويندو سايز اول فيتشر عندي. ولو انا هعمل له انيبل بعمل له انيبل عند الطرفين، بعمل له انيبل ايه؟ عند الطرفين. الامر ده صحيح بيعمل ايه؟ بيعمل سكيل للويندو سايز، بيكبر الويندو سايز. الفيتشر الثاني اللي هو سيلكتيف ايج. ايه حوار السيلكتيف ايج ده؟ نفترض كده او نفتكر كده سيناريو معانا. انا عندي جهاز ايه عايز يبعت داتا
لكلاس بي دي ايه بي، والداتا زي ما اتفقنا متقطعه عندي لاجزاء كتير، ادي الجزء الثاني الثالث الرابع and so on. سي ان انا هفترض مثلا بدات من رقم 10 11 12 13 هفترض بقى دلوقتي ان الداتا وهي بتتبعت 10 اتبعتت 11 وقعت 12 اتبعتت 13 اتبعتت وقعت وقعت اتبعتت وقعت مثلا، تمام. طبعا في ال ان ايه كنا بنبسط الموضوع نقول ان هو بيبعت الاولانيه تمام وصلت خير وبركه، الثانيه وقعت يبعت اكنولج برقمها وخلاص ويبعت اللي بعديها كلهم، صح؟ لا، للدقة بقى انا ممكن افعل فيتشر اسمه سيلكتيف ايج، فيتشر اسمه ايه؟ سيلكتيف ايج. ايه اللي هيحصل فيه؟ 10 وصلت سليمه 11 وقعت، يقوم الراوت او يقوم الديستنيشن باعت ايج برقم 10 ويروح باعت سيلكتيف ايج، سيلكتيف ايج بارقام الباكتس اللي وصلت له اللي هي 12 و13 وايه كمان 16. يبقى ايج باول باكت وقعت من عنده ويبعت كمان سيلكتيف ايج بالارقام اللي وصلته، يعني معنى كده انه بيقول للسورس ايه؟ ابعت لي 11 صح؟ سوري انا بعت هنا دي، معلش اسف، دي 11 11 اللي وقعت، يبقى بعت ايج برقم 11 تمام؟ ابعت لي رقم 11 وانا وصلني منك 12 و13 و16 ابعت لي الباقي اللي هم 14 15 17. بس انا برضو اللي لازم افعل الفيتشر ده بايدي على الطرفين، ازاي؟ ان انا هقول له اي بي تي سي بي مسافه سيلكتيف فين 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 سيلكتيف ايك، اي بي تي سي بي ايه سيلكتيف ايك تمام. ده الفيتشر اللي بعديه. اللي بعد كده اي سي ان، اخدها كوبي وخلاص، اكسبليسيت كونجيشن نوتيفيكيشن الفيتشر اللي بعديه اللي هو الـ ECN Explicit Congestion Notification. ايه حوار بقى الـ ECN ده؟ نفس اللي احنا كنا شرحناه قبل كده على البيكن والفيكن، البيكن والفيكن ايام الفريم ريلي تمام؟ نفس الفكرة بالظبط، Explicit Congestion Notification معناها ايه؟ ان لو حصل دلوقتي congestion على الديستنيشن، الديستنيشن يبدأ هو بنفسه يروح للسورس يقول له ابعت ابعت الداتا بسرعات اقل شوية، ابعت الداتا بسرعات ايه؟ اقل شوية. ده المقصود Explicit Congestion Notification. اللي بعديه تايم ستامب، ايه حوار صح نفعله الاول ازاي؟ اي بي تي سي بي واقول له ECN واقول له ايه؟ ECN تمام؟ طيب الفيتشر اللي بعديه اللي هو التايم ستامب، ايه التايم ستامب ده؟ شبه بالظبط اللي كان تايمر كده اتكلمنا عليه زمان في الاي اي جي ار بي اللي سموث راوند تريب تايمر، سموث راوند تريب تايمر، والتايمر الثاني ريترانسميت تايم اوت، ريترانسميت تايم اوت. ايه دول بقى؟ شبهتها لكم ساعتها ان انا مثلا هبعت ايميل لحد، او انا مثلا متعوده ان انا ببعت لشخص معين رساله على الفيس كل شويه كل نص ساعه، او ببعت له مش شرط نص ساعه يعني مثلا وات ايفر، المهم ببعت له، انا متعوده ان هو يرد عليا في خلال نص ساعه، كل ما ابعت له رساله يرد عليا في خلال نص ساعه. طب انا جيت في مره بعت له رساله وتاخر قوي في الرد، ده كده انديكيتور بالنسبه لي ان هو ما شافش الرساله او ان الرساله ما وصلتش، اروح بعتها تاني. لما كان بيبقى عندي راوتر ار1 بيبعت ترافيك لار2 اللي هو الاي اي جي ار بي باكيت الابديت تمام، ار1 لما بيبعت الباكيت دي بيحسب الاكنولوجي جات له في وقت قد ايه، بيحسب الاكنولوجي جات له في وقت قد ايه. ليه؟ هو ده السموث راوند تريب تايمر، علشان بعد كده كان بيضرب الرقم ده في 6 ويطلع الريترانسميت تايم اوت، عشان بعد كده لو ار1 بعت ابديت لار2 وار2 ما ردش عليه باكنولج في خلال السموث راوند تريب تايمر يعرف كده ان الباكت ما وصلتش لار2، يستنى فتره الريترانسميت تايم اوت ويبعتها تاني.
نفس الفكره بالظبط، عندي السورس والديستنيشن. السورس بيبعت اصلا السيجمنت الاولانيه للديستنيشن ويشوف رد عليه باكنولج في خلال قد ايه، هو ده التايم ستامب، عشان بعد كده يحطه كانديكيتور ان لو بعت له بعد كده ما ردش عليا في خلال كذا ابقى عارفه ساعتها ان السيجمنت دي وصلتلوش. تمام، ده الجزء بتاع مين؟ التايم ستامب. بعد كده في عندي كمان كيب الايف. ايه حوار الكيب الايف؟ افتح الكيب الايف برضو هنا، لو حبيت ان انا افعل التايم ستامب اي بي تي سي بي تايم ستامب. تمام، اللي بعديها اللي هي الكيب الايف. ايه حوار الكيب الايف ده بقى؟ معروف كده اساسا ان تي سي بي لو قعد ايدل لفتره معينه السيشن ذات نفسها بيتعمل لها ترمينيت، السيشن ذات نفسها بيتعمل لها ترمينيت. تمام، علشان كده السورس بيبعت كل شويه كده كيب الايف للديستنيشن عشان السيشن باستمرار تفضل شغاله. السورس والديستنيشن يبعتوا كل شويه كيب الايف لبعض عشان السيشن باستمرار تفضل شغاله ما يتعملهاش تير داون. تمام، افعل الفيتشر ده ازاي؟ نفس الكلام اي بي تي سي بي كيب سوري اي بي تي سي بي كيب الايف. كيب الايف الاول نسيت احدد الانترفال الفتره والريتراي كم مره. تمام، يبقى بحدد ايه؟ الانترفال بالثواني، وبحدد كام مره قبل ما اعتبر ان كده السيجمنت بتاعتي ما وصلتش للديستنيشن. مش بس كده، بفعل السيرفيس ذات نفسها فاقول له هنا سيرفيس كيب تي سي بي كيب الايف ان اتجاه ان واتجاه التاني اللي هو في اتجاه اوت. تمام، ده اللي هو الموضوع بتاع التي سي بي او الكيب الايف. اللي بعديه الباث ماكسيمم ترانسفير يونت ديسكفري. ستة، الباث ماكسيمم ترانسفير يونت ديسكفري. ايه الحوار بقى بتاع البي ام؟ بنسميه الاختصار بتاعه بي ام تي يو. MTU discovery. ايه الحوار ده؟ الراوتر المفروض ان هو لما بيستلم باكت، ادي باكت عايز يبعتها للراوتر تاني مثلا، تمام، لما بيستلم ترافيك من اللان اللي وراه هو متوقع ان حجم الفريم بتاع او حجم الباكت تكون قد ايه؟ 1500 بايت. وبالمناسبه ال 1500 بايت دول اقدر ان انا ازودهم، ومش ريكومندد، اقدر ازودهم لغايه 65000 وشويه، ده في حاله اي بي فيرجن 4، واقدر ازود حجم البايت لغايه 4 مليار وشويه في حاله اي بي فيرجن 6 اللي هي 32. تمام، يبقى تاني حجم الباكت الديفولت كام؟ ماكسيمم ترانسفير يونت 1500. فلو حصل لاي سبب من الاسباب بروتوكول زود الهيدر بتاعه، الراوتر ساعتها استلم اكتر من 1500 بايت، فبيعمل حاجه اسمها فراجمنتيشن. بيعمل حاجه اسمها ايه؟ فراجمنتيشن. يعني ايه فراجمنتيشن؟ يعني بيكسر الباكت دي حتت، تمام، ويمسك كل جزء من الاجزاء دي ويحط عليه تاني من اول وجديد الهيدرز، يكسرها حتتين مثلا وكل حته فيهم يحط عليها ايه؟ الهيدرز تاني من اول وجديد. وده فيتشر مش كويس نهائي. ليه؟ اولا لود جدا، لود عالي جدا على البروسيسور بتاع السورس، لود عالي جدا برضو على البروسيسور بتاع الديستنيشن، لان مطلوب منه انه يعمل ري اسمبلي لكل الاجزاء دي ويجمعها مع بعض في حته واحده تاني، في سيجمنت واحده تاني. تمام، لو حصل ان جزئيه واحده منهم مش هي نفس السيجمنت بس متقطعه كتير، لو سيجمنت واحده بس منها وقعت هنضطر ان السورس هيضطر انه يبعتهم تاني من اول وجديد. تمام، لو في فاير وول ما بين الراوتر الاولاني والراوتر التاني، في فاير وولز بتشتغل في لير 4 فيما فوق لغايه الابلكيشن لير. الفاير وولز اللي بتشتغل في لير 4 فيما فوق ما بتقدرش تتعامل مع الباكتس اللي هي الفراجمنت، فممكن تعمل لها دروب، رجعت تاني لنفس المشكله ان الراوتر الاولاني هيبدا انه يبعتها تاني، وطبعا لود على البروسيسور لان هيبدا تاني انه يقطعها. كل دي مشاكل للفراجمنتيشن. تمام، حلوها ازاي بقى؟ عن طريق فيتشر اسمه باث ام تي يو ديسكفري. بمعنى السورس والديستنيشن بيبداوا ينيجوشيتوا مع بعض، يعني الاولاني ده الراوتر الاولاني والراوتر التاني هيبعت له باكت، الراوتر التاني يقبلها كبر حجمها شويه، الراوتر التاني قام عامل لها فرجمنتيشن.
عارف ساعتها ان الراوتر التاني طاقته الاستعارية الماكسيموم ترانسفير يونت القيمة السابقة، تمام؟ فالاتنين هينيجوشيتوا على قيمة واحدة للماكسيموم ترانسفير يونت، عشان مفيش راوتر منهم يبعت باكت بحجم كبير فيضطر الراوتر اللي قصاده انه يعمل ايه؟ فراجمنتيشن للباكت، مش هيعمل دروب، هيعمل فراجمنتيشن، تمام؟ يبقى تاني ده فيتشر وظيفته ان التو راوتر بيعملوا نيجوشيشن مع بعض علشان يشوفوا اقصى حجم من الباكت الاتنين يقدروا يستوعبوها كام ويبعتوا حجم الباكت دي، تمام؟ نفس الكلام بالظبط، لو عايزه ان انا افعل الفيتشر ده اي بي تي سي بي بس ام تي يو ديسكفري، بس ام تي يو ايه ديسكفري، تمام؟ اخر حاجه بقى عشان يبقى خلصنا الجزء ده، فيتشر برضو في تي سي بي طبعا ستار فيجن اتكلمنا عنها، ليتنسي اتكلمنا عنها، اي سي ام بي ريدايركت. احوار الاي سي ام بي ريدايركت ده بقى، انا هفترض دلوقتي ان كاس بي سي 1 بي سي اي عايز يبعت ترافيك لبي سي اكس، بي سي اي عايز يبعت ترافيك لايه؟ لبي سي اكس. هيبعت الترافيك لار 1، ار 1 وار 2 على نفس السيجمنت بالمناسبه، على نفس الشيرد سيجمنت، يعني الاثنين كونكتد من ناحيه جوه على لان واحده، بس دلوقتي ار 2 هو اللي كونكتد بالانترنت دي او بالنتورك اللي هي بتاعه بي سي اكس، تمام؟ ار 1 في الراوتنج تيبل بتاعه عارف انه عشان يوصل لبي سي اكس هيرمي على ار 2، فبي سي اي هيروح بعت ترافيك للجيت واي بتاعه اللي هو ار 1، ار 1 يروح باعت له اي سي ام بي ريدايركت، اي سي ام بي ريدايركت يقول له فيها بقول لك ايه، لما تكون عايز توصل لبي سي اكس ابعت الترافيك بتاعك لار 2 مش ليا، لان ار 2 هو اللي هيبعتك للنتورك دي، ده الفيتشر اللي اسمه ايه؟ اي سي ام بي ريدايركت، تمام؟ نفس الكلام بالظبط بينطبق على اي بي فيرجن 6 بالاضافه لفيتشر زياده، هو نفس الكلام بس بالاضافه لفيتشر زياده في اي بي فيرجن 6. ايه هو بقى؟ بي سي اي عايز يبعت ترافيك لبي سي بي، ده في نتورك رغم ان هما في نفس اللين، بس ده في نتورك وده في نتورك تانية خالص، تمام؟ ده 100 هنا لكن ده 200، ده نتورك وده نتورك. بي سي اي عايز يبعت الترافيك لبي سي بي هيبعته لمين؟ للجيت واي بتاعه اللي هو الراوتر. الراوتر هيبص هيلاقي ان السيجمنت اللي جات له عشان يبعتها هو نفس الانترفيس اللي هيبعت عليه، يعني عارف ان الاثنين ان بي سي اي وبي سي بي الاثنين موجودين على نفس الشيرد نتورك، تمام؟ يروح باعت اي سي ام بي ريدايركت لبي سي اي يقول له بقول لك ايه، لما تكون عايز تبعت ترافيك لبي سي بي ابعته له دايركت، ما تبعتهوش ليا وانا ابعته لبي سي بي، لا ابعته لبي سي بي دايركت، تمام؟ ده الجزئيه بتاعت مين؟ مقارنه كده سريعه على التي سي بي واليو دي بي.